لا تنسون زر اللايك ونتمنى انكم تستمتعون بالفيديو. السلام عليكم شباب، معكم شاكر. اليوم اقدم لكم فيديو عبارة عن شنو افضل انواع الانجز ومحركات الالعاب وشنو هي المحركات ككل. اتمنى يعجبكم الفيديو. اولا شنو المحرك وشغلتها؟ اتوقع اغلبكم عارفين عنها وطريقتها وحق شنو هي باختصار. المحرك نقدر نقول بانه كفن معماري او نظام بناء، وفي يقدرون مطورين انهم يشتغلون على بيتهم بطريقة مبسطة ويعطونهم طريقة انهم يضيفون شغلات محتاجينها باللعبة وتكون تقريبا جاهزة لهم، ما تحتاج برمجة صعبة مثل الفيزيكس او الفيزيائية وادخال معلومات اللعبة والرندرنج والبرمجة. ومن اهم شغلات هو الذكاء الصناعي، فالمحركات كأنها مواد جاهزة يستخدمون المطورين عشان يبنون العابهم. وطبعا هالمواد بتعطي المطورين وقت انهم يركزون براحتهم على لعبتهم من ناحية بنية اللعبة ونماذج الشخصيات وغيره. فاذا المطور اشتغل على لعبة من غير مساعدة محرك العاب، هالشي بيخلي صنع اللعبة صعب، بياخذ وقت طويل عشان يصنعونها. والحين بنذكر انواع المحركات وافضلها. انريل انجن يعتبر من افضل واشهر محركات تطوير التربل اي جيمز او العاب ضخمه معروفه مثل دوس اكس، دوك نوكم فورفر، وبايو شوك، والعاب سلاسل باتمان. وطبعا في العاب مستقبليه مستعملين عليها نفس الانجن مثل كيندم هارت 3 ولعبتي المفضله المنتظره شينمو 3. محرك انريل بدايته اول مره طلع كان بسنه 1998، يعني تقريبا قبل 18 سنه، واول لعبه نزلت بهالمحرك هي لعبه شوتر من منظور اول اسمها جيم انريل. وصحيح ان اول لعبه له كانت شوتر، بس شفنا كل انواع الالعاب يتم تطويرها منه مثل العاب الستيلث والتخفي والام او والعاب الار بي جي. وللعلم ان هالمحرك مو بس استخدموه العاب الكونسول، حتى العاب انضمت الاي او اس والاندرويد والماك والويندوز. وصحيح ان هالمحرك منتشر، بس يعتبر من اصعبها وتحتاج تدريب وتركيز كبير علشان تقدر تستخدمها الالعاب. كراي انجن يعتبر من اشهر المحركات من صنع مبرمجين المانيين وابدعوا فيه، واول مره استخدموه في سنه 2004 بلعبه فار كراي وكان شيء ممتاز. وبوقت المحرك بدايته كان اقوى محرك موجود وانشهر بالعاب الرمي المنظور الاول. والحين نشوف انهم يستخدمونه على اجهزه الكونسل الحديثه مثل بيس 4 واكس 1، واتوقع بيستخدمونه لجهاز السويتش. ومن ميزات المحرك انه يقدرون يستخدمونه لاجهزه الفي ار او الواقع الافتراضي. وهم في شغله مهمه تميز المحرك، انه في شغلات ما يحتاج لها برمجه وبس شغل بسيط بمبرمجين مثل الفيزيائيه والصوتيات والرسم والانيميشن. وطبعا يعتبر من اكثر المحركات اللي بتشوفون صوره واضاءه خياليه ويستخدمونه بشكل كبير حق العاب العالم المفتوح. وحق الاشخاص اللي يبون يقدرون يشترونه بسعر رمزي 10 دولار كل شهر، فتشوفون ان في العاب اندي تستخدم هالمحرك لانه اسهل من الريل انجن ويعتبر من اقوى المحركات الموجوده للمبرمجين. محرك يونيتي يعتبر من افضل المحركات من ناحيه السعر والتكلفه، وبس تدفع حق الليس مره واحده، واغلب المبرمجين المبتدئين يستخدمونه. وفي مميزات ما تحصلونها محركات ثانيه، واولها انه سهل الاستخدام وتحصل له شروحات كثيره، ويقدر مبرمج يستعمله على اي جهاز، فهو مو محصور بين ويندوز او الكونسول او حتى انظمه خاصه بالاجهزه النقاله، يعني نقدر نقول قابل للعمل على كل المنصات. فنلاحظ ان اكثر مبرمجين العاب الاندي يستخدمون الاسباب انك تقدر تستخدمه مع اي نوع او نظام الالعاب، يقدم محتوى ممتاز بجوده عاليه، سعره ممتاز، سهل الاستخدام، ومن العاب البسيطه مثل هير ستوري، لارا كرافت جو، بيلرز او فاترنيتي. محرك فروست بايت، ومعروف ان العاد يستخدمون حق العاب سلاسل باتل فيلد، ومعروف من مميزات انه يقدم جرافيك او رسومات واقعيه مثل ما شفنا بالالعاب يستخدمه. ومن الالعاب الحديثه اللي شفناها هما باتل فيلد 1 ونيد فور سبيد رايفلز وحتى ستار وورز باتل فرونت. ومن مميزاته انه يقدم تاثيرات 3D ممتازه وشكل تفجيرات متطور شافوها اللاعبين اللي جربوا ستار وورز. فهذه كانت المحركات اللي راح اركز عليها بالفيديو. طبعا في محركات ثانيه ممتازه مثل ريج اللي استعملوا حق العاب مثل جي تي اي في ورد ديد ريدمشن، واتوقع ان الكل انبهر بالمستوى اللي قدمه المحرك. وما ننسى المحركات اللي تم تطويرها من شركات مثل محرك فوكس اللي بالبدايه استخدموه حق لعبه بيس، ومن استعمال الفعلي كان مع مثل جير جراوند زيرو. والصراحة شفنا مميزات المحرك الممتازة، وما ننسى المحرك اللي سوته كابكوم RE Engine وتصنيعه بالتحديد حق بايو هازارد أو ريزنت إيفل 7، وصج محرك ممتاز وعطى إمكانيات حلوة ولاحظوا اللاعبين اللي لعبوا بايو هازارد 7. بالأخير أتمنى يكون عجبكم الفيديو وقدرت أفيدكم فيه، وعطونا رأيكم بأنواع المحركات اللي تشوفونها تقدم أفضل وأقوى جرافيك مؤثرات وحتى أشكال شخصيات وغيرها من الأمور المهمة. وطبعا لا تنسون لايك وكومنت ومتابعة القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.